بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ بتفسير الآية المباركة في سورة هود، في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآية الكريمة يخبر الله سبحانه وتعالى أنه متكفل بأرزاق مخلوقاته من العقلاء والدواب وغيرهم. قال تعالى: وما من دابة، أي دابة تدب على وجه الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. تكفل الله جل وعلا بإيصال رزقها إليها في أي مكان كانت. لا تزدحم هذه المخلوقات على رزقها في مكان معين محصور، بل هي منتشرة في الأرض، ورزقها يصل إليها في أي مكان بقدرة قادر، لأن الله تكفل به سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو الرزاق الذي يرزق مخلوقاته من الآدميين وغيرهم، ولا يملكون لأنفسهم شيئا من ذلك إلا بتيسير الله سبحانه وتعالى لهم. ما من دابة، أي لا دابة، ومن للتأكيد، تأكيد النفي، كل ما يدب على وجه الأرض من ذوات الأرواح فإن الله قد تكفل برزقه، إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. يعلم سبحانه أين تكون هذه الدواب في مساكنها وأماكنها، تصل إليها أرزاقها في مكانها، يعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب، أي اللوح المحفوظ. قد كتب الله هذه المخلوقات وكتب أرزاقها ومقاديرها في اللوح المحفوظ. كل ذلك في كتاب، أعلم مستقرها ومستودعها، كل ذلك في كتاب مبين. ما فرطنا في الكتاب من شيء، كما قال سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: النعيم، نعيم الآخرة، هل يحصل للجنسين الرجال والنساء بالتساوي، وما هو النعيم المقيم؟ نعم، الله جل وعلا قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين
والمؤمنات إلى قوله تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، ولم يفرق بين الرجال والنساء في ذلك. وقال سبحانه وتعالى أيضا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فالله جل وعلا يعلم مخلوقاته وأين تكون وأين تسكن ويوصل إليها أقواتها في أماكنها. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تذكر يا شيخ بأنها مدرسة وهي على أبواب التقاعد، تقول عندي بعض الكراسات والأوراق مكتوب عليها كلمة التوحيد، فأريد أن أتخلص منها خوفا من الإهانة. إذا كانت هذه الكراسات وهذه الأوراق من المدرسة التي كانت تدرس فيها فإنها تؤديها للمدرسة وتسلمها للقائم على الكتب وعلى المقررات. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يا شيخ يقول ما العبرة التي نستخلصها من مرور الشهور والأيام والسنوات في حياتنا؟ العبرة أننا يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الإنسان يتفكر في هذا الليل حينما يأتي يذهب النهار ثم يأتي النهار ويذهب الليل بقدرة الله سبحانه وتعالى، فيعتبر بآيات الله الكونية، فيكسبه ذلك تعظيم الله سبحانه وتعالى والاستدلال بذلك على قدرته التامة التي لا يعجزها شيء. نعم. نذكر السادة الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة ناصر البقمي على الشاشة، لمن أراد الاتصال بفضيلة شيخنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن ضابط تبييت النية في الصيام سواء كان ذلك في الفرض أم في النفل. نعم. أما الفرض فلا بد أن يبيته وينويه قبل أو عند طلوع الفجر، قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، فلا بد أن ينوي صيام الفرض قبل أو عند طلوع الفجر، فإن طلع الفجر وهو لم ينوي فات عليه صيام ذلك اليوم، ولكنه يمسك ويقضي هذا اليوم. أما إذا كان الصوم نافلة وهو لم يأكل ولم يشرب بعد الفجر فله أن ينوي الصيام من النهار، أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا ينوي الصيام من النهار، فصيام النافلة أوسع من صيام الفريضة، ينويه من الليل أو من النهار بشرط لا يكون قد أكل أو شرب بعد طلوع الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل هذا السائل الشيخ صالح عن أموال القاصرين وغير العقلاء من الأطفال وغيرهم، كيف نتعامل مع هذا الموضوع؟ الواجب حفظ أموال القصار وتسليمها لهم إذا بلغوا سن الرشد، إذا بلغوا السن وكانوا راشدين. قال الله سبحانه وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم
إن ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. قال سبحانه: فإذا بلغ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فيدفع مال القصار إليهم إذا بلغوا وكانوا راشدين يحسنون التصرف في أموالهم. فيشترط لدفع المال إلى القاصر شرطان: الشرط الأول بلوغه، والشرط الثاني أن يكون رشيدا في ماله لا يبذره ويضيعه. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فهي أمانة عند أوليائهم أو من استحفظ عليها من الوكلاء أن يحفظها، وإذا نماها بالاتجار بها كان ذلك خيرا، ويخرج زكاتها أيضا نيابة عنهم. نعم، نبدأ باتصالات الإخوة والأخوات، ونذكر السادة المشاهدين بأن تكون الأسئلة واضحة ومختصرة وأيضا في محيطنا الشرعي. أبو جمانة من الجوف. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك شيخ صالح؟ حياكم الله. الله يجزاك خير، والله أنا مستبشر فيك خير يا شيخ. تفضل سؤالك. لكن اسمح لي يا شيخ، في هذا اليوم أنا ناشد مولاي الملك سلمان بن عبد العزيز وطال الله في عمره، وبقول يا أبو سلمان أبو فهد أنا بوجه الله ثم بوجهك تكفى. تكفي يا أبو فهد. والله مالي. طيب، جزاك الله خير. من الأسئلة التي تصلنا فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: بالنسبة للحيوانات التي تحبس ولا تطعم، ما الحكم الشرعي فيها؟ هذا حرام، وفي حبسها وقطع النفقة عنها إثم عظيم، وإذا ماتت بسبب ذلك كان ذلك سببا لدخول النار، قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، دخلت النار بسبب هذه الهرة التي حبستها وقطعت عنها الطعام والشراب حتى ماتت. يجب الإحسان إلى هذه البهائم، وإذا كان تحت يد الإنسان شيء منها فإنه يقوم بما يجب لها من العلف والماء والمكان المناسب ويرفق بها. نعم. نذكر السادة المشاهدين بأن الطلبات في هذا البرنامج لا تطرح، وإنما البرنامج هو للإفتاء والأحكام الشرعية المتعلقة في حياة الإنسان. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: بالنسبة لسجود السهو، متى يكون قبل الصلاة ومتى يكون بعد الصلاة؟ ما يكون قبل الصلاة سجود السهو، سجود السهو يكون إما قبل السلام، لعل السائل يقصد هذا. نعم يا شيخ. يكون قبل السلام ويكون بعد السلام، يجوز هذا وهذا، ولكن الأفضل إذا كان سجود السهو عن نقص في الصلاة الأفضل أن يكون قبل السلام، وإن كان عن زيادة في الصلاة فإنه الأفضل أن يكون بعد السلام. نعم. هل للإنسان أن يجمع بين الأضحية والحج، وكيف؟ نعم، إذا حج وأراد أن يضحي في منى أو في مكة في أيام التشريق فله ذلك، وإن وكل من يذبح عنه الأضحية في بيته كحالته إذا كان حاضرا ينوب عنه في ذلك فهذا أحسن وأتم. نعم. فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي وردت البرنامج، يقول هذا السائل: بعض الناس عنده تسويف ويمشي على طريق الخطأ والزلل، ويقول: حتى الآن لم يرد الله هدايتي. أسأل الله العافية من هذا الكلام، هذا لا يجوز. الله جل وعلا
نعم هو قدر المقادير، ولكن أعطاك القدرة على أن تعمل وأن تتقرب إلى الله عز وجل، وأوجب عليك فرائض وواجبات يجب عليك أن تقوم بها في أوقاتها وعلى صفتها المشروعة، ولا تقول تعتمد على القدر، تقول الله ما قدر إني أعمل كذا، ما هذا لا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك الأعمال والفرائض والواجبات. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هناك أسباب معينة على الخوف من الله، فما أبرز هذه الأسباب؟ أبرزها أن تتدبر قدرة الله عز وجل، وتنظر في هذا الكون، وتقرأ القرآن بتدبر وحضور قلب، فإن ذلك يكسبك الخوف من الله عز وجل. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، الأخ السائل أبو خالد يقول بالنسبة للاعتكاف، هل يعتكف الإنسان في غير رمضان وفي بعض الأيام، أم هو خاص برمضان فقط؟ الاعتكاف مشروع في كل وقت، الاعتكاف في المساجد تقربا إلى الله جل وعلا وهو المكث فيها لطاعة الله، هذا مشروع في كل وقت، وفي رمضان يكون أفضل، في والأيام الفاضلة يكون أفضل، وإلا فهو مشروع في كل الأوقات. نعم. نأخذ المتصل أبو فيصل من القصيم، تفضل أبو فيصل. معنا أبو فيصل. فضيلة الشيخ، هذا يقول ما رأيكم في صيام الست من شوال لمن عليه قضاء؟ نعم، يصوم القضاء أولا، ثم إذا بقي من رمضان من شوال ستة أيام يصومها ولو في آخر شوال. الست ليست معينة في أوله ولا في وسطه ولا في آخره، المهم أن يصوم ستة من شوال، لكن إذا كان عليه قضاء يبدأ بالقضاء. نعم. تفضل يا أبو فيصل من القصيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. شوف الله عنك، أنا سؤالي أنا حطينا صور والديهم بالجوالات، أدق الجوال طلع صورة والدهم متوفية الله يرحمه. نعم. عندي سؤالي. تفضل. الوالد متوفي والأخوان يحطون صوره بالجوال، صور لأدق الجوال طلعت صورة الوالد. طيب ما يجوز الاحتفاظ بالصورة، الاحتفاظ بالصورة لا يجوز يا أخي، محرم لا في الجوال ولا في غيره. حياكم الله. شكرا. والد ثاني. تفضل. نعم. عندي زوجين، زوجة ثانية مرضعة بنتي ولا تدري كم مرضعتها، هل أخوان زوجة الثانية جالدهم ولا إذا كان الرضاع مشكوك في عدده فإن الأصل أنه ما يحرم، لكن إذا كان يجتنب هذا من باب الاحتياط فهذا أحسن. نعم. شكرا. مريض يا شيخ أفطر في رمضان وبعد 4 أيام من دخول الشهر مات، فهل يقضي عنه أولاده؟ إذا كان مرض ومات في مرضه ولم يتمكن من القضاء فليس عليه شيء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل وضع هذا السؤال أو أرسل هذا السؤال يقول وضع القلادة على الإبل للزينة فقط، هل هذا جائز؟ إذا كان لا يعتقد في هذا عقيدة أن هذا يدفع عنها العين فلا بأس، تقليدها للزينة لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. الشيخ هذا سائل يقول ما العلة في النهي عن تخصيص الجمعة بصيام
وهل يعم صيام القضاء؟ نعم، نهي عن صيام يوم الجمعة النافلة، صيام النافلة، أما إذا صامها قضاء فلا بأس، لكن إذا صام الجمعة مع غيرها زال النهي. والحكمة والله أعلم أن يوم الجمعة يوم عيد الأسبوع، ويتقوى الإنسان على حضور الجمعة والذهاب إلى الجمعة. نعم. هذا يسأل عن معنى الآية يا شيخ: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إلى الله جل وعلا يصعد، يعني يرتفع العمل، الكلم الطيب، الكلام الطيب، الكلام المشروع من ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الخير، هذا يصعد إلى الله، يرفع إليه سبحانه وتعالى. ولكن لا بد معه من عمل، ما يكفي القول بدون عمل، والعمل الصالح يرفعه. فإذا تكلم الإنسان بكلام طيب فإنه يعمل به، يكون ذلك سببا لرفعه إلى الله. أما كلام طيب بدون عمل به فهذا لا ينفع. نعم. عبد الله من جازان، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. أسأل يا شيخ عن حكم نفس المرة الجورب أثناء العمرة. طيب. نعم، المرأة لا بأس تلبس الجورب على الرجلين، أما على اليدين فلا تلبس القفازين، ما تلبس القفازين على اليدين، وإنما تلبس الجوارب على الرجلين، ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يقول: لي قريب مرض مرضا شديدا فأدخلناه المستشفى وبدأنا بعلاجه من ماله وبدون علم منه، فهل يحل لنا ذلك؟ إذا كان محتاجا إلى العلاج والعلاج لا يتم إلا بمال، وفي هذا وهذا من مصلحته فلا بأس، ولكن كونهم يستشيرون القاضي أو المحكمة يكون هذا أحوط وأحسن. نعم. يقول السائل في سؤاله الثاني: بعض الناس يستغني عن بعض الكتب أو عن بعض الأوراق النافعة ويضعها وقفا في المسجد، فماذا أعمل بها وأنا إمام المسجد؟ نعم، تخليها في مكان ينتفع بها الناس، ينتفع بها الناس في مكان معين من المسجد، إن كان في المسجد مكتبة تكون في مكتبة المسجد، أو في مكان معين ينتفع بها الناس حين جلوسهم في المسجد. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن أثر الدعاء، يقول: في حياة المسلم وإذا تأخرت الإجابة فهل هذا في نقص مني، وما هي أوقات الدعاء؟ الدعاء أعظم أنواع العبادة، قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فالدعاء مكانه عظيم، والمسلم بحاجة إليه، فيدعو الله بجميع أموره التي يصلح بها دينه ودنياه، يدعو الله عز وجل ويلح على الله في دعائه، ولا ييأس ويقنط من رحمة الله إذا تأخرت الإجابة، ربما أن تأخير الإجابة من صالحه، فهو يدعو عليه الدعاء، والدعاء عبادة وهو مأجور عليه، ولو لم يحصل مقصوده مأجور على الدعاء لأنه عبادة، فيكثر من الدعاء ولا ييأس. وأما آداب الدعاء وأسباب القبول، أكل الحلال هذا سبب لقبول الدعاء، قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك
تستجب دعوتك. وكذلك من أسباب قبول الدعاء أن يدعو الله وهو موقن بالإجابة، ولا يدعوه وهو ما يجزم بالإجابة، يقول إن حصل شيء ولا لا، يدعو الله وهو موقن بالإجابة. قوله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الدعاء لا يستجاب من قلب غافل لاهن. نعم. هذا له السؤال وله أكثر من سؤال عن الصيام. يسأل يا شيخ عن الصيام في شهر شعبان، هل ورد فيه شيء؟ لا، ما ورد تخصيص ليلة النصف من شعبان، ما ورد. أما صيام الإكثار من الصيام في شعبان، كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان، إلا أنه لا يستكمله وإنما يصوم غالبه. فإذا صام من شعبان ولم يخصص النصف وإنما صام أياما كثيرة من شعبان، هذا فيه فضل وفيه أجر. نعم. الفقرة الثانية يا شيخ في سؤال الأخ، يقول عن صوم الوصال، هل هو مشروع وما المراد منه وهل صامه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، وهو عدم الإفطار بين اليومين، وهو صلى الله عليه وسلم كان يواصل، لكن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة، وتليفون البرنامج يظهره مخرج هذه الحلقة على الشاشة لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ. مرة ثانية نذكر الإخوة بأن تكون الأسئلة مختصرة وواضحة وفي محيطنا الشرعي. فضيلة الشيخ، هل ورد شيء في أفضلية الصف الأول، وما المراد بالتبكير للصف الأول والصلاة على ميامن الصفوف؟ نعم، الصف الأول أفضل، والقرب من الإمام وميامن الصفوف أفضل أيضا. هذه فضائل، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فيه فضل عظيم، لأنه يقرب من الإمام ويسمع الإمام ويراه ويقتدي به، فهو أفضل من الصف الذي خلفه. نعم. أبو وسيم من ينبع، تفضل أبو وسيم. تفضل. هلا، مرحبا. نعم. هل يجوز للمأموم أن يقرأ مع الإمام وهو يقرأ في الصلاة الجهرية؟ شكرا. لا يجوز هذا، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن واستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لكن اختلف العلماء في الفاتحة خاصة، هل يقرأها والإمام يقرأ؟ بعضهم يرى هذا لأنها ركن من أركان الصلاة، بعضهم يقول الآية عامة فلا يقرأ لا الفاتحة ولا غيرها والإمام يقرأ، وإنما يقرأ في سكتات الإمام. نعم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذا يقول: إذا سعى المعتمر قبل الطواف ثم طاف، ماذا يلزمه؟ إذا كان أفتاه أحد بهذا فعلى ذمة من أفتاه، أما إذا كان ما أفتاه أحد بهذا ففي المستقبل لا يفعل هذا الشيء، يطوف أولا ثم يسعى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. ما أهمية الفتوى وإفتاء الناس يا فضيلة الشيخ، وشروط الإفتاء في ذلك؟ الفتوى أمرها عظيم، لأنها إخبار عن الله جل وعلا أنه أحل كذا أو حرم كذا، فلذلك لا يجوز للإنسان أن يفتي إلا عند الحاجة، إذا احتيج إليه وكان عنده علم، كان عنده علم يستطيع به أن يجيب السؤال عن علم فإنه يفتي، وإن أحالها إلى غيره فهذا أحسن وأبرأ لذمته. فالفتوى خطرها عظيم، لأنها من القول على الله، فإن كان بعلم الحمد لله، وإن كان
بجهل فهو من القول على الله بغير علم وهو أشد المحرمات. نعم. فضيلة الشيخ، هذه الأخت السائلة تقول: الصبيان هل هم مأمورين بالصلاة قبل البلوغ؟ فأنا أخاف على أولادي وأعمارهم 11 و9 سنوات و12 سنة. تخاف عليهم من الصلاة؟ الصلاة ما فيها خوف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا ذهبوا مع والدهم إلى المسجد وصلوا مع الجماعة فهذا أحسن وأتم. نعم. أحسن الله إليكم. يشتهر يا شيخ عند العامة الناس أنهم يمسحون على الخفين 5 صلوات فقط ثم بعد ذلك يعيدون مرة أخرى. ما هو مقيد بالصلوات، مقيد بالمدة. يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليها، وبداية المسح تبدأ من الحدث بعد اللبس. إذا لبس الخفين على طهارة فإن المسح تبدأ، مدة المسح تبدأ من حين ينتقض هذا الوضوء الذي لبس الخفين وهو على وضوء. نعم. صالح من القصيم، تفضل يا صالح. السلام عليكم. عليكم السلام. والسلام. جزاك الله بالخير يا شيخ. جزاك الله بالخير. أنا بس سؤالي الله يجزاك خير يا شيخ، عندي زوجتي انذرت، أنا لي بيتين وانذرت أنها ما تروح معي للبيت الثاني وأجبرتها أنها تروح معي، ما أدري وش عليها، الله يجزاك خير ويغفر ذنبك. عليها كفارة يمين. كفارة يمين، إطعام 10 إطعام 10 مساكين. وفقك الله إن شاء الله. اسمع. شكرا شكرا. أو كسوتهم أو صيام 3 أيام. نعم. بارك الله فيك. أيضا نذكر السادة والمشاهدين بتليفون البرنامج لمن أراد الاتصال، ونقول بعض المشاهدين الحقيقة قد يطلب من البرنامج بعض الطلبات، وهذا خاص ليس في إرادتنا، البرنامج هو خاص بالإفتاء. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما مفهوم العبادة في الإسلام؟ وهل هي مرتبطة بالعقيدة؟ نعم، العبادة هي أول واجب على العبد. الله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن حين يبلغ الإنسان سن الرشد تجب عليه العبادات المفروضة من صلوات وزكاة وصيام وحج وصيام وكذلك سائر الواجبات. من حين يبلغ سن الرشد تجب عليه الواجبات والفرائض. نعم. وردنا هذا السؤال فضيلة الشيخ بالنسبة للرؤى المنامية، هل يؤخذ بها؟ تقول: حيث رأيت والدي يقول إذا جاءكم عارض صحي أو مرض تذهبوا إلى تلك المرأة الصالحة لتعطيكم العلاج وتقرأ عليكم. لا، الرؤيا لا يثبت بها أمر ولا نهي، هذا يرجع إلى الكتاب والسنة. وأما الرؤيا فلا يثبت بها حكم شرعي. نعم. أيضا وردنا هذا السؤال يا شيخ، إذا ضاع للإنسان مال أو شيء من أمور الحياة وقال 100 مرة إنه على رجعه لقادر وجد ذلك الضائع، هل هذا صحيح؟ هذا لا أصل له فيما أعلم، هذا لا أصل له فيما أعلم. ومن ضاع له مال فإنه يبحث عنه، يبحث عنه كما في الحديث في اللقطة أنه ينادي عليها في مجامع الناس في غير المساجد ويستمر ينادي عليها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الآيات التي نقرأها يا شيخ على المريض ويشفى بإذن الله؟ كل القرآن كله مبارك وكله فيه شفاء، ولكن الرقية بالفاتحة هذا ورد به الدليل، وسميت الرقية الفاتحة تسمى من أسمائها الرقية، فهي أعظم أنواع الرقية.
يقرأ على المريض الفاتحة ويقرأ عليه سورة الإخلاص والمعوذتين وما تيسر من القرآن. نعم تفضل يا ناصر من الدوادمي. ناصر قصر التلفزيون يا ناصر، قصر التلفزيون شوي، في تردد بيننا وبينك. تفضل يا ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. مساء الخير يا شيخ. تفضل. مساك الله بالخير. كل عام وانت طيب يا شيخ. تفضل. الله يبارك فيك يا. طيب فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من أحرم متمتعا ولم يقصر أو يحلق لعمرته وأكمل مناسك الحج ماذا عليه؟ يكون أدخل الحج على عمرة ما تمت، فينقلب حجه من التمتع إلى قران، هذا أحسن حل له، أي ينقلب إلى قران. نعم شيخ صالح حفظكم الله ورفع درجاتكم، بعض الناس الآن يسأل بعد أن يؤدي العمرة أو يؤدي الحج وبعد سنوات وأشهر يسأل، هؤلاء الذين لا يتفقهون في مناسك الحج والعمرة. نعم الإنسان ما يقدم على عبادة من العبادات إلا وقد عرف حكمها وأحكامها ولو بصفة مختصرة، أو يسأل إذا لم يكن عنده قراءة يسأل أهل العلم يكون على بصيرة، ومنها الحج. الحج يجب أن يؤديه على ما شرع الله، وأتم الحج والعمرة لله. قال صلى الله عليه وسلم لما حج بأصحابه قال: خذوا عني مناسككم، يعني تعلموا مني مناسككم، فإذا أدى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا منها يقتدون به في ذلك ويؤدونه كما أداه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا في حياته، وبعد مماته هذه سنته، فيها صفة حجه وعمرته، فعلى المسلم أنه يتتبع هذه الأحاديث الصحيحة ويمشي على ضوئها في أفعال الحج والعمرة، وإذا لم يكن باستطاعته ذلك فإنه يسأل أهل العلم. نعم أحسن الله إليكم. أبو سليمان يقول: ما مكانة التوحيد من بين سائر العبادات مع بيان فضل التوحيد؟ التوحيد هو الأساس، لا تصح العبادات إلا إذا تحقق التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه، وخلت العبادة من البدع والمحدثات، فإن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص لله فيه والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد من هذين الشرطين ليتأملهما المسلم دائما وأبدا. نعم أبو علي من الرياض، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. شيخ صالح الله يحفظك، أبغى أسألك عن الأولاد، عندي 2 أولاد صم وبكم ما يسمعوا حول الصلاة، هل ألزمهم؟ أنا ألزمهم الصلاة في المسجد إلا ما عدا صلاة الفجر، يكون صحيهم الصباح صعب عليه، هل أرضخهم بالمشوية؟ إيه نعم أيقظهم للصلاة ونبههم، والآن الحمد لله وجد تعليم الصم والبكم في مدارس لهذا وفي عناية بهم، فتلحقهم بهذه المدارس ليتعلموا ويفهموا. نعم السؤال الثاني حول الزكاة، بارك الله فيك. تفضل تفضل. إذا أردت أن عندي 5000 زكاة أحولها لبلد ثاني، بلدي مثلا اليمن، ياخذوا على قيمة الحوالة مثلا 100 ريال، هل تخصم من الزكاة أم ادفعها زيادة عن الزكاة؟ الله يبارك فيك. لا ما تخصمها من الزكاة، تدفع الزكاة كاملة ولا تخصم منها شيء. نعم بارك الله فيك. شكرا يا أخي، بارك الله فيك. التعلق بأستار الكعبة هل ورد فيه شيء يا شيخ؟ لا ما هو مشروع، لا يشرع التعلق بأستار الكعبة ولا بباب الكعبة، ولا إنما الذي ورد أن الركن اليماني يمسح ويستلم باليد، والحجر الأسود
يستلم ويقبل إذا أمكن أو يشار إليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. شخص عنده عملات نقدية من بلدان مختلفة جمعها عنده هواية، هل فيها زكاة وقد مضى عليها سنوات؟ إذا كانت ألغي التعامل بها، إذا كان ألغي التعامل بها وهو يريد أن يبيعها، يريد أن يبيعها ولها قيمة وتشترى، فإنه يزكي قيمتها، يسمنها ويزكي قيمتها. أما إذا كان ما لها قيمة ولا تقبل فليس فيها شيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول يا شيخ هذا السائل: الفضل المترتب على قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فأنا في رمضان الحقيقة عندي تراخي ولا أحضر إلا ليالي القدر 23 و25 و27 و29. يا أخي احرص على قيام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا قمت جميع ليالي رمضان فإنه لا بد أن تكون ليلة القدر مرت بك، أما إذا قمت بعض الليالي فلا يضمن أن تكون صادفتها، لأنها قد تكون في غير هذه الليالي التي قمتها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخ أبو عابد، كيف أتعامل مع جاري المؤذي؟ فأنا الحقيقة محتسب على إذائه وصبرت عليه، هل أؤجر على ذلك؟ نعم، بلا شك أن الصبر أمر مطلوب على أذى الناس والإحسان إليهم، فتحسن إلى من أساء إليك من الجار وغيره، ولكن الجار أولى بذلك، لأن الجار له حق، حق الجوار، وهو إن أساء إليك أنت يجب عليك أن تؤدي حق الجوار بالإحسان إليه والصبر عليه. نعم. الزائر للمريض فضيلة الشيخ، هل تكون الزيارة لمرة واحدة مع أن المريض استمر عدة سنوات في مرضه، وما هو الدعاء المشروع للمريض؟ زيارة المريض مستحبة، وهذا من حق المسلم، على المسلم أنه إذا مريض يعوده ولو طال مرضه، لكن ما يزوره كل يوم، إنما يزوره يوما بعد يوم أو يزوره بعد أيام، المهم أنه ما ينساه، يأتيه بين الحين والآخر ويدعو له بالشفاء والمغفرة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بالنسبة للسطح، سطح الجامع إذا كان تحته دورات مياه، هل نصلي الجمعة في هذا السطح؟ نعم، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. من الأسئلة التي وردتنا: كم بين العمرة والعمرة الأخرى؟ وإذا كان الإنسان لم يؤدي فريضة الحج فهل تقبل العمرة؟ نعم، تقبل العمرة ولو لم يكن أدى فريضة الحج، ويحج الفريضة. وأما كم بين العمرة والعمرة فلا حد له، لم يرد له تحديد، ولكن كل ما يعني صار بينهما فاصل زمني فهو أحسن. نعم. يقول: من ترك طواف الإفاضة جهلا منه ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يطوف، ما يسقط عنه طواف الإفاضة، يلزمه أن يطوف، يذهب ويطوف طواف الإفاضة، لا يتم حجه إلا به، لأنه ركن من أركان الحج ولو تأخر. نعم. محمد من مكة المكرمة، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، ارفع صوتك يا محمد. مساك الله بالخير. سؤالي الله يحفظك للشيخ عن من يصوم يوم ويفطر يوم. نعم. إذا وافق يوم الجمعة أو أيام لا يشرع صيامها، أو مثلا يصوم يوم يفطر يوم، بعض الأحيان يسرد أيام ثلاثة مثلا أو أيام البيض، فهل الأفضل أن يستمر على صيام داود وهو صوم يوم وإفطار يوم، أو أنه إذا وافق خميس أو وافق اثنين يصوم أيضا، وبهذه الحالة يكون أكثر الشهر صائما؟ شكرا. لا بأس بذلك، صوم يوم ويفطر يوم هذا مشروع، وهو صيام داود عليه السلام،
وأما صيام يوم الجمعة المنهي عن إفراد يوم الجمعة، أما إذا صامها مع غيرها فإنه لا محذور في ذلك ولا نهي في ذلك. نعم، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ يقول: أدينا العمرة أنا وأخي وأهلي، وبعد فراغنا من العمرة وجد أخي في ثياب إحرامه نجاسة، فما الحكم؟ الحكم أن عمرته صحيحة، ما دام أنه ما درى عن النجاسة أو نسيها حتى انتهى من العبادة فلا يؤثر هذا فيها، هي صحيحة إن شاء الله. نعم. يقول السائل: يا شيخ، بعض الناس أصحاب البيوت أو المؤسسات يقصر في إعطاء الحقوق لخدمه أو عماله، فنراه فترة يماطل ويتأخر في صرف رواتبهم مع أن هؤلاء بحاجة إلى ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه. فالواجب إعطاء الأجير أجرته عند تمام العمل، وإلا فإن الله سيكون خصمه يوم القيامة. من استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه حقه يكون الله خصمه يوم القيامة، أو يكون الرسول صلى الله عليه وسلم خصمه يوم القيامة. نعم. هذا يسأل يا شيخ صالح عن الخشوع في الصلاة، يقول: أنا لا أخشى على الحقيقة في بعض الفروض، فبماذا توصونني وهل تقبل صلاتي؟ الخشوع هو روح الصلاة، ولا يكتب للإنسان من الصلاة إلا ما حضر قلبه فيه، فعلى الإنسان أن يتجنب الشواغل التي تشوش عليه صلاته، فلا يدخل في الصلاة وهو حاقن أو حاقب، يعني بالبول أو الغائط أو بحضرة طعام أو غير ذلك مما يشغله عن الإقبال على صلاته، لا يدخل فيها إلا وهو فارغ البال مستقبلا للصلاة باستقبال صحيح، ولا يدخلها وهو مشغول أو في هواجس أو في. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخ، هل يجوز لي أن أجمع بين صلاتين جمع تقديم مثل المغرب والعشاء إذا خشيت أن أنام ويفوتني الأجر؟ لا، النوم ما يبيح لك الجمع. صل الصلاة الأولى ثم نم إذا أردت أن تنام، ووكل من يوقظك للصلاة أو عمل شيء يوقظك للصلاة. نعم. أبو ياسر من المدينة النبوية، تفضل أبو ياسر. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. أبغى أسأل الشيخ بالله. تفضل. مثلا اللي يطلب يقعد يدعو يقول: يا ربي يا حبيبي، فيها حاجة ولا ما فيها شيء؟ نعم. أقول مثلا اللي يطلب يدعي كذا يقول: يا ربي يا حبيبي، فيها شيء؟ يقول: يا ربي يا مولاي يا إلهي، يا من أسماء الله سبحانه وتعالى، يدعوه بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيدعو الله بأسمائه. نعم. شكرا. بارك الله فيك. هل يجزم الشيخ صالح لأحد أهل الخير بالجنة؟ لا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما عدا ذلك فإنه يرجى للمحسن ويخاف على المسيء. نعم. الأخت السائلة أم سامي تقول: بالنسبة للطلاق الشيخ، لمن بها العذر الشرعي سواء الطلقة الأولى أم الثانية أم الثالثة، ما حكم الطلاق لذلك؟ حرام، هو طلاق بدعي. الطلاق في الحيض أو النفاس هذا من أنواع الطلاق البدعي، يتجنبه المسلم، يبتعد عنه. إذا طلقها وهي حائض يراجعها ثم يمسكها ثم يطلقها بعد ذلك وهي طاهر من غير مسيس. نعم. يقول السائل: ماذا يلزم من شك أثناء قراءة السورة بأنه لم يقرأ الفاتحة، فقرأ الفاتحة ثم أعاد السورة أكثر من مرة؟ هذا وسواس، يمكن هذا معه وسواس، يترك الوسواس
يقبل على صلاته ويزول عنه الوسواس بإذن الله. نعم. معنا اتصال. حسن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام. مساء الخير يا شيخ. تفضل. حياكم الله. الله يعطيك العافية والصحية. يا شيخ أبغى أسأل سؤال. في الآونة الأخيرة يا شيخ انتشر وكثر السحر والعين والحسد خاصة سواء من النساء ومن الرجال، فما هو توجيهكم حفظكم الله يعني في هذه الناس الذين مثلا تهاونوا في الصلاة، تهاونوا في أذكار الصباح والمساء، حتى واضح يعني السؤال. واضح. كثروا في هذا يعني الرقاة الآن في جميع مناطق يعني سواء بالسعودية وغيرها يجدون يعني اتصالات يجدون كذا، فسببها واضح السؤال يا واضح. عدم يا أخي لا يصير عندك وسواس، الله هديك، لا يصير عندك وسواس، توكل على الله، ومن توكل على الله كفاه، وأكثر من ذكر الله وأكثر من وحافظ على الورد في الصباح والمساء ولا يضرك شيء من هذه الأمور بإذن الله. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم الذهاب إلى السحرة والمشعوذين والتردد عليهم؟ أسأل الله العافية، هذا لا يجوز. من أتى كائنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الذهاب للسحرة ولا للعرافين ولا لمن يدعون علم الغيب، من ذهب إليهم فهو على خطر عظيم. فكيف يضيع الإنسان دينه وعقيدته ويذهب إلى هؤلاء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهاب إليهم وتصديقهم والتردد عليهم. ونعم. يقول الشيخ، ما معنى الدعاء ندعو في رمضان اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت؟ هذا الدعاء الوارد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنه، دعاء القنوت. هذا دعاء القنوت، فإذا أتى به فإنه يكون متبعا للسنة في ذلك، وهذا دعاء عظيم. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، متى يصبح المباح مكروها؟ المباح لا يكون مكروها، المباح ما تساوى طرفاه، ليس فيه إثم وليس فيه أجر، إنما هو مباح، فلا يكون مكروها. نعم، المكروه قد يكون مباحا، لأن بعض المكروهات أصلها مباحة لكن تكره كراهية تنزيه، ما هو كراهية تحريم، كراهية تنزيه، تجنبها يكون أحسن. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، بالنسبة لاستخراج تأشيرة عمل باسم أمه، هذا الذي استخرج هذه التأشيرة وضعها باسم والدته ثم باعها للعامل، فهل على الأم إثم؟ نعم، هذا كذب، والكذب لا يجوز، وعلى المسلم أن يلتزم النظام، نظام الاستقدام يمشي عليه ولا يخالفه ويحتال عليه ويكذب فيه. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول، لا يخلو بيت من كتاب رياض الصالحين، حدثونا عن هذا الكتاب، وهل جميع الأحاديث فيه صحيحة، ومن هو مؤلفه؟ مؤلفه الإمام النووي، إمام حافظ محدث كبير رحمه الله، وهذا الكتاب كتاب نفيس، فيه توجيه للمسلم، أحاديث توجه المسلم في أعماله وفي عبادته وفي جميع أموره وفي الآداب الشرعية، فهو كتاب نفيس لا يخلو منه بيت مسلم، ويقرأ في المساجد لأن فيه الخير الكثير. نعم. معنا أحمد من جدة، تفضل يا أحمد. السلام أحمد. عليكم. وعليكم السلام. السلام. ألو. تفضل أحمد، تفضل نسمعك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يرزقه الصحة والعافية. قول آمين. آمين آمين آمين. سؤالي لفضيلة الشيخ، ما حكم اللجوء للمحكمة ضد الأب إذا حصل منه ظلم؟ هل يعد ذلك من العقوق؟ وهل إذا صبر على والده هل يؤجر على ذلك؟ والسؤال الثاني، لحظة يا أحمد، بمبلغ من المال الذي يحتاج إليه دون البقية. لحظة يا أحمد. إيه نعم.
هو يسأل ولا يسولف علينا؟ لا أعد سؤالك مختصرا يا أحمد. السؤال الأول ولا السؤال الثاني؟ السؤال الأول. السؤال الأول اللجوء للمحكمة ضد الأب هل يعد ذلك؟ ما يجوز هذا يا أخي. خلاص. اصبر يا أخي، ما يجوز هذا، لا تشتكي والدك ولا تقاضي والدك، ما يجوز هذا. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني تخصيص أحد الورثة بمبلغ من المال دون البقية إذا كان محتاج إليه، إذا كان هذا الوارث محتاج إليه. شكرا. إذا كان يعطيه لحاجته وفقره لا بأس، أما إذا كان يعطيه من باب إيثاره على غيره من الآخرين وهو غير محتاج هذا لا يجوز، هذا من الجور. نعم. يقول السائل شيخ بعض خطباء الجمعة إذا صلى الجمعة وقد تحدث عن موضوع يهم الجالسين والمصلين قرأ آيات تناسب موضوع الخطبة فما صحت هذا الفعل؟ لا بأس، الآيات تكون مناسبة لموضوع الخطبة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أريد أن أبر بوالدي لكنه يصعب علي ذلك، فما أفضل الأعمال التي تصل للوالدين؟ ما يصعب عليك ذلك بإذن الله، بحسب ما تستطيع تبر بوالديك بما تستطيع، والله يعينك ويسهل عليك ذلك. نعم. يقول هذا السائل شيخ أبو أنس ما أفضل الشهور بعد رمضان، فأنا أريد الحقيقة أن أصوم هذه الشهور التي وردت في السنة. الذي ورد شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. نعم. أخيرا يا شيخ نختم فيه هذا اللقاء، يقول هذا السائل ما المراد بالأمانة وماذا يدخل بها، وقد وردت أنها أمانة عظيمة في القرآن الكريم. الأمانة عظيمة وهي أنواع، الأمانة بين الله وبين خلقه فيما أوجبه عليهم أن يؤدوه، الأمانة بين الناس في أسرارهم وفي الوظائف، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أمر الله الولاة أن يسند الوظائف إلى من يقوم بها وإلى المؤهلين، لأن هذا من أعظم الأمانة، الأمانة في الودائع التي تكون عندك للناس، فالأمانة كثيرة وأنواعها كثيرة، والذين هم لأماناتهم وحفظهم راعون. نعم. أحسن الله إليكم. أعطونا الإخوة بعض الوقت. يقول السائل شيخنا لا أسلم على زوجتي أبي ومقاطع لها ولا أرد عليها التحية لأنني أخاف منها وهي عدوة لوالدتي. لا عليك بصلتها والسلام عليها، ولأنها زوجة والدك، وأيضا هذا من الإحسان إليها، وإن كان نالك منها هذا تصبر على هذا وتسمح لها. نعم. تفضل يا عبد الله من الخرج، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. نحبك في الله يا شيخ صالح. أحسن الله. حياكم الله، الله يحبك فيما أحببتنا فيه. تفضل سؤالك. يا شيخ صالح من خاف الرياء يا شيخ صالح وسئل وهو صائم هل يكذب يا شيخ صالح؟ نعم. أعد السؤال يا أخي. من خاف الرياء يا شيخ صالح كالصيام هل يكذب؟ يا أخي يصوم يسأل أو نعم. من خاف الصيام يا فضيلة الشيخ خاف الرياء وهو يريد أن يصوم. يصوم ولا يكون عنده وسواس، يصوم ويتوكل على الله، و الرياء لا يكون عنده وسواس في ذلك ويترك العبادة من خوف الرياء. نعم. كيف يفعل من عليه أيمان لم يكفرها ونذور لم يوفي بها؟ لازم يبين لنا ما هي هذه الأيمان وما هي هذه النذور، كل شيء له حكمه. نعم. شكر الله لكم فضيلة شيخنا العلامة صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء.
استفدنا الحقيقة من هذه الإجابات المسددة من الكتاب والسنة، استفدنا من التوجيهات والنصائح القيمة في هذا اللقاء الطيب المبارك. أشكر زملائي في مكتبة الشيخ محمد عبد العزيز الحامد ويزيد بن محمد الماضي، رتبوا هذا اللقاء مع الشيخ، كما أشكر زملائي معي في الاستوديو من الفنيين والمخرجين. هذا زميلي ناصر البقمي، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.